بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أعنا على ما تحب وترضى وأبعدنا عما يسخطك بتمام وكمال، آمين يا رحمن. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته، ورضوان ولا عدوان إلا على اللئام، والله أكبر بالتمام والكمال وكل زمان وفي كل مكان. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وهذا زوج أوس بن الصامت كان في ماضيه كان عنده أموال طائلة، سواء كان وقت اللي كان من الكافرين ولا بعد إسلامه، وفق عليها أي زاد وسعلها، زادت رغبة فيه وتعطي نفسها عن طريق الحلال، لأنه أرضاه بكل ما لا يشتري كذا، يجيب لها الهدية الفلانية يفتنها بها، ولما جر كانوا في صحيفة العسل وكانوا ليفريز أمور. وبعد تقلبت الأمور، هي بدأت تغزوها علامات الشيخوخة، هو كما سبق الحديث بقبق فيها الشيخوخة، وهذا عادة الياقة بين الزوجين، عادة الرجل أكبر سن عموما ألا مخص سيدنا محمد عليه السلام، كان بالعكس، كان أمنا عليه السلام خديجة 40 سنة وهو تزوج بها، دخل عليها ببركة الرحمن وعمره 25 سنة. شوف الإسلام قداش تقدم، يعني بروغريسيست، ما يضرش النساء في كل الأحوال، ورجل القرآن ورجل تاريخ الإسلام يستحيل باش تلقاو الإسلام يكره النساء، لكن يبغض العور يكون مأتاه من النساء درجة الأولى أو من أشباه الرجال، هذا لا شك فيه، لأن والله لا يطهر الخبائث إلا بالتوبة. نرجع للآية، قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، تحاوركما إن الله سميع بصير. طمنها طمن هيا وطمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ربي لا تخفى خاف. إذا جاءت أقضية لم يكن لرسول الله عليه الصلاة والسلام معرفة بها، فهو بحكم اعتقاد في الله ليكون له الأسماء الحسنى وهو كما الأوصاف، جاءت الآية ختمت باسمين كريمين لربنا سبحانه وتعالى، إن الله سميع عليم، وبالتقرير إن الله سميع بصير، يسمع ويرى، إلي أمني بريزم، إلي فويو، إلي أوديو، ونعود إن شاء الله تعالى.